السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نرسم رسمة بسيطة. تابعونا وخلكم معنا ولا تنسونا من الاشتراك ودعم القناة. نبدأ الخطوة الأولى. طبعا احنا رسمنا اطار بشكل دائري نحاول انه نساوي زخرفة بالاطار وداخل الاطار نرسم رسمة. تابعونا. طبعا احنا عم نرسم داخل الاطار تعلمنا احنا كيف نرسم او نتعلم امر بسيط وسهل ان شاء الله. طبعا احنا بننهي الاطار وبنرجع لعندكم ان شاء الله. طبعا احنا تعلمنا كيف نرسم داخل الاطار. طبعا احنا انتهينا من الاطار، نرسم رسمة بسيطة داخل الاطار. قلم سماوي طبعا بعد ما عبينا اللون الازرق وضع خط ونعطي المنطقة هاي درجة اغمق بنفس اللون، نعطيه درجة ثانية. طبعا بصير عندنا درجتين، درجة فاتحة ودرجة غامقة. نحاول نرسم رسمة هون منطقة هاي.
انتهينا نعطي طول وردي شكرا. اللون الأزرق في اللون طبعا بعد ما انتهينا من الرسمة طبعا بعد ما انتهينا قلم ماسح نضيف لمسات كان نضيف احنا هنا بالمنطقة هاي ورسمنا رسمة بسيطة وسهلة إن شاء الله بتاخذ وقت كانوا نضيف طيور طبعا إن شاء الله هيك بنكون انتهينا من الرسمة رسمنا رسمة بسيطة وسهلة داخل إطار كان معاكم أخوكم نديم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.